اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. رجعنا نتواصل من جديد، واحنا في السودان الحمد لله رب العالمين، ربنا خصانا بلون بشره مميز جميل، اللون الاسمر، واللي تغنى له عدد من الشعراء والفنانين. اسمر جميل، عاجبني لونه، كحل سواد اللون، كحل سواد الليل عيونه. اللون الاسمر لون جميل، لون مميز لكل انواع البشره المختلفه يعني، وخصيصا في البنات يعني، نلقى البنات دائما لون اسمر جميل يعني، هم بيكونوا جميلات بطبعهم، لكن منو بيقنعهم بانه اللون الاسمر لون مميز وجميل وما تمشوا تفتشوا عن لون ثاني غيره؟ يعني خليكم بس مع اللون الاسمر، منو اللي بيقنعهم؟ اللون الاسمر هيقنعهم غيره بالضبط كده. لكن لو اشرنا لجانب انه الاختلاف هو ما يميز الانسان السوداني، يعني بشراتنا مختلفه، صحيح. والاختلاف ده بيشكل نحن سحناتنا، وكمان بخلينا متعايشين في بيئه واحده اللي هي السودان. فعايزين نناشد من صباح الشروق انه نتميز ببشرتنا، لانه اللون الاسمر زي ما ذكرتي انت لون مميز شديد، ونحافظ عليه. وحتى المناخ يعني، مناخنا في السودان سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذاته بشرتنا على حسب مناخنا الحاره وكذا بالنسبه نستحمل الشمس او النهار الحاره او كذا يعني. يعني ده ما معناه انه اللون الابيض ما جميل، لا، نحن لكن بس مركزين على اللون الاسمر، لانه كثير من الناس بتحاول تغير من شكل اللون الاسمر، من اللون نفسه يعني. الاسمر يتغير لدرجات معينة ومختلفة تحديدا أو خصيصا السيدات أو البنات، بمفهوم أنه قد يصبحن جميلات بعد تغيير اللون الأسمر للون الأبيض. إحنا اليوم حابين نتعرف على واحدة من المبادرات السودانية المميزة والجميلة، اللي هي مبادرة سمراوية. داخل الاستوديو معنا هاجر بارود دوسة، مؤسس مبادرة سمراوية وصاحبة الفكرة. أهلا ومرحبا بك هاجر، كيفك؟ يا مرحبا بك ومرحبا بالناس اللي بيشاهدونا كلهم وين ما كانوا. اهلا هاجر، انت صاحبه الفكره، فكره سمراويه، الدفعك شنو لانك تتجهي للجانب ده وانك تاخذ حيز كبير جدا من جانب التوعيه والارشاد؟ طيب، الفكره جات من حتات كثيره تكلمت عنها كثير قبل كده، لكن الفكره الرئيسيه والاساسيه جات من انه انا عندي صاحبتي توفت بسبب انه جاء كانسر بسبب الكريم اللي بتعمل. ويعني بدل ما هي جات وتوفت بسبب الكريم، وانه كان ما في زول بوعيه، فقلت اعمل الحاجه دي احساس انه ما في زول ثاني يصل المرحله اللي هي حصلت لها. رغم انه في كثير كثير من البنات لسه هم بيبحثوا عن اللون المختلف، اللون الجديد يغير من لون بشرتهم، الحاجه بتكون زاهره في جلدهم في بشرتهم. ورينا كيف يعني، بعد ما انت قلتي انه مرتي بتجربه صعبه شويه، صديقتك توفت بسبب هذا وهذا الموضوع، يعني انه هي تغير من لونها، ورينا كيف بديتي يعني، بديتي تحاربي في فكره انه الناس تغير لونها من الاسمر للابيض؟ بديت احارب في حين انه في ناس كانوا بيقولوا لي انا شخصيا انت شربانه وسخانة، انظفي بالكلام ده. لون جميل والله. اي زول بيقول لي الكلام ده بيجي بقاعد في الارض بيقول لي انا اغير لوني ليه؟ السبب اللي خلاني اغير لوني عشان اكون جميله، انا جميله هسه شايفه نفسي ما اللي قدمها للعالم اصلا. اغير لوني عشان اقرا، انا حسي قاعد اقرا، اغير لوني عشان اتزوج، فاكيد هتزوج وتزوجت برضه. ايوه، عشان اشتغل بعد ما اخلص هشتغل، يعني ما عندي سبب يخليني انا اغير لوني، ده ما سبب كافي يخليني انه انا اغير لوني بسبب انه انت قلت لي كده. فاي واحد تيجي تقول لي الكلام بقعدها في الارض بقول لها نفس الكلام، انه لازم نعمل حاجات ثانيه بدل ما نمشي نعمل كيماويات نغير لونها نمرض بها نموت بها، نعمل حاجات ثانيه سهله عندنا في المطبخ السوداني زي البن والحاجات دي كلها. شفت انه جزء من الناس بدأوا يستوعبوا الحاجه دي، فقلت ليه اعملها توعيه بس يعني لناس انا بعرفهم، ممكن تكون توعيه شامله وكامله لناس ما بعرفهم. مشيت سجلت عمل كيف كريم، من هناك انطلقت للمدارس، اشتغلت حوالي 12 مدرسه في ولايه خرطوم، جات سودانيه بدت، رجعت دارفور اشتغلت في مدارس في دارفور، جيت معسكرة النازحين في دارفور اشتغلت بصوره عامه لغايه ما ياهو جيت راجعه. كده نعلق على الصور دي، ومتين بديتي طبعا انكم تطلعوا من خارج المركز الخرطوم تنتشروا في ولايات السودان المختلفه؟ ده في معسكر النازحين في ولايه شمال دارفور الفاشر. ده في محله ابوجا. كم يعني معسكر ابوجا؟ في 2018 ولا 17 ولا 200 يعني؟ 18 2018. طيب هاجر، لو تكلمنا عن الاختلاف، انه نحن مختلفين، الاختلاف ده بيميز اي زول مننا. فانت بعد نشطت في هذه المبادره وعملت حملات التوعيه والترقيب بالنسبه للسيدات، عايزين نشوف تقبل البنت لهذه المبادرة، خاصة انه نحن